بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليكم. قال المصنف والاحتلام قال الشارح لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع. والاحتلام على حالين: احتلام أن يكون من الإنسان في غير الصيام فيصبح جنبا فيصبح جنب، واحتلام أن يكون من الإنسان في الصيام في الصيام. الحالة الأولى هي محل اتفاق، هي محل اتفاق عند السلف. يروى في ذلك بعض الخلاف عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن في الصائم في أنه في الاحتلام أنه يفطر، والصواب في ذلك أن الإنسان إذا كان احتلامه من الليل فدخل النهار وهو على جنابه أن ذلك لا يضر. وأما الاحتلام في نهار رمضان فهل يفطر الصائم بهذا الاحتلام أم لا؟ نقول إن العلماء عليهم رحمة الله الذين يقولون بأن الإنسان إذا نظر أو تفكر فإنه لا يفطر فإنهم من باب أولى يقولون في مسألة الاحتلام. وهذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى، والأرجح في ذلك وما عليه عامة السلف أن المحتلم في نهار رمضان لا يفطر، باعتبار أن الله عز وجل لا يكلفه بما لا يستطيع وليس باختياره.